ومع توالي ردود الفعل ظل علي الصلابي القيادي في التنظيم الدولي للإخوان طيلة الأيام الماضية يجري اتصالاته بكافة الأطراف المقربة إليه في ليبيا. وعبد السلام كجمان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا روى ما قاله الصلابي من احتمال أن تكون هناك يد خفية في مكتب رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراك لها علاقة بما يحدث، وقد تكون الوثائق التي سلمت للسراج من الجمارك تسربت إلى خارج مكتبه للمتربصين بالخارج، وأبدوا شكوكهم في سكرتير السراج واسمه المعتصم الضاوي. قالوا أن المعتصم الضاوي ده كلام عبد السلام كجمان، قال يعني وسمع الكلام ده قال أن الصلابي بيطلب مننا التركيز على اتهام المعتصم الضاوي دون أن يكون لدى أي حد فينا دليل على ذلك. طيب نرجع للشيخ محمد العماري القيادي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة وعضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اللي كان بيتابع هو الآخر كافة التفاصيل ويبلغها أول بأول إلى بعض الأطراف اللي كان بيتواصل معاه في تركيا، إلا أنه فوجئ بالدكتور مصطفى أبو شقور قيادي بالتنظيم الدولي للإخوان وهو ليبي يلتقيه ليبلغه ان التحقيقات اللي بتجريها بريطانيا حول تورطه في قضية إرهابية معروضة الآن أمام اللجنة الوزارية بمجلس العموم لفحص واستقصاء نشاطات، وهي لجنة معروفة تفحص وتستقصي نشاطات الوزارات والجهات الأمنية البريطانية الرسمية. قال له مش أنت بس المتهم واسمك وارد، لا ده متهم معاك كمان عبد الحكيم بالحاج وسامي السعدي لانه كليكوا علاقه بمنفذ الهجوم اللي حصل في منطقه بهو مانشستر في لندن. محمد العماري حاول يبرأ نفسه وقال انا لا علاقه لي بسليمان رمضان العبيدي اللي هو المتهم في الحادث. فمصطفى ابو شقور قال له والله لقد طلب مني سؤالك عن خلفيه علاقتك بهذا المتهم وبوالده رمضان. المهم محاولات عديدة جرت لتسوية عديد من الملفات ولكن الأمور تتفاقم. مثلا هناك محاولة الآن لحصار ضباط الجمارك الوطنيين ورجال الأمن اللي رفضوا كل التهديدات وكل الإغراءات وتعهدوا بالإدلاء بكافة المعلومات عن شحنات الأسلحة التركية اللي كانت سبب في المساعدة على انتشار الإرهاب وإثارة القلاقل في البلدان المجاورة لليبيا. بعثة تقصي الحقائق اللي يقال أنها وصلت إلى طرابلس بدأت تتسلم كافة الفيديوهات والصور والاعترافات، وخاصة أن المعلومات بتؤكد أن الموضوع هياخد طور جديد وخطير في مجلس الأمن، وقد تمتد التحقيقات إلى مسؤولين كبار في تركيا وقطر لتحميلهم المسؤولية عن قتل آلاف المواطنين. هناك أيضا فضيحة الأغذية المسرطنة، الأغذية المسرطنة القادمة من تركيا اللي اتمسكت وهي ما كانتش تركيا بس، لا بتوافق مع حكومة قطر. لجنة تقصي الحقائق هتاخد برضو موضوع الأغذية المسرطنة ضمن